الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صاحب الفخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقر، السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت محمد فاضل، معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد الداه ولد عمر طالب، معالي عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب أفريقيا، رئيس منتدى علماء أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فخامة الرئيس، تكوننا في نشأتنا الأولى أنه في حضرة الكبار لا بد من مكتوب، ولهذا ستكون الكلمة في ذلك على هذا السياق، تقديراً وإكباراً لهذا الحضور الكريم الذي نسعد به في هذا الحفل الميمون. نسعد اليوم بلقاء حافل بمادته النبوية الشريفة، حافل برعايته الرئاسية السامية، حافل بقاماته العلمية الراسخة. نسعد اليوم بتجليات علمية منيفة حول السيرة العطرة لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة أضاءت العالمين بهديها الكريم، سيرة فاح عبقها فصاغ بنفحات أنسه، صاغ السلوك الإسلامي حتى استقامت قناة أهله، فباتوا كأنهم شامة بين الناس. كل هذا في سياق سمت رفيع لا يؤتاه إلا من هدي إلى نور ذلك النهج الرشيد، هدي إليه فهماً ومحبة وعملا وليس قولا فحسب. ومن لم يكن كذلك فليس من تلك السيرة في شيء، وإن ادعى وانتحل وتقول. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم سيرة كريمة توجزها آيات كريمات، يقول الله تعالى فيها: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيرة عطرة هذبها أدب رباني قبل البعثة، نعم هذبها أدب رباني قبل البعثة، لتنسجم قيمها التربوية في نشأتها الأولى مع قيمها التشريعية، فحلت الرسالة محلها، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما دخل الهادي البشير صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره، وذلك أول ما نزل عليه الوحي
فقال عليه الصلاة والسلام: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فزادته النبوة جمالا على جمال، فكان صلى الله عليه وسلم منتهى الكمال في الخلق والسمت الرفيع. ويكفي تزكية ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وقالت رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وملحظ بياني في تقديم الجار في تقديم المجرور في الآية الكريمة، فهو يفيد الحصر الإضافي. نعم، يفيد الحصر الإضافي، والمعنى برحمة من الله جل وعلا لا بغير ذلك من الحال التي كانوا عليها قبل الإسلام. وهذا القصر يفيد بأن سيرتهم الأولى كانت تستوجب الغلظة عليهم، لكن الله تعالى ألان خلق نبيه الكريم رحمة بهم. فالموقف ليس موقف جزاء بجزاء ولا خلق حسن في الابتداء، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم أهلاً لذلك كله، فالموقف يختلف. الموقف كان خلقاً عظيماً في مقابل سيرة قوم بدر من عمومهم، بدر منهم ما يغيظ ويغلظ عليهم، لكنهم وقعوا في رحاب السماحة والتأليف. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، سناه وسناه الشمس طالعة فالجرم في فلك والضوء في علم. لما رآه بحيرا قال: نعرفه بما حفظناه من الأسماء والسيم. سيرة سيدنا ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هي اسم جامع للفضائل كلها، يشمل فيما يشمل في قيمه الرفيعة عليه الصلاة والسلام، يشمل قيم الاعتدال في الأقوال والأعمال. نعم، في الأقوال والأعمال، ولا سيما السماحة والعفو، وليس التسامح فحسب، فالتسامح تفاعل، ولكن السماحة خلق نبيل يصدر من حيث الأصل وإن لم يسمح الآخر. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ فقال: الصبر والسماحة، ولم يقل التسامح. وقال: رحم الله امرأً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى، ولم يقل متسامحاً. وهذا خلق الرفيع بدأ به الإسلام، ونسير على نهجه القويم بعون الله جل وعلا. وتشمل تلك القيم اللينة والقصد والحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولو الألباب. وتشمل قبل ذلك وبعده معاقل السعادة في الدنيا والآخرة.
وما ضل بعض المحسوبين على الإسلام، ما ضلوا عن شيء مثل ما ضلوا عن هديه الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان الجهل وكان الصلف وكانت الأهواء وكانت النحل وكانت الأباطيل، نعم وكانت الأباطيل، وكانت التأويلات الفاسدة والمناهج الضالة، وكانت قطع مدلهمة من الفتن والشبهات تدعو كل من خف وزنه في علم أو عقل. شعوذة تخطر في حجلين، وفتنة تمشي على رجلين، نعوذ بالله من شرها. كل ذلك في جملة لفيف زاغوا عن المحجة البيضاء فهلكوا وأهلكوا أقرانهم في الجهل والضلال. لفيف اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والحمد لله أولا وآخرا كما يحب ربنا ويرضى على الهداية لتلك المحجة البيضاء، سائلين الله تعالى الثبات عليها والعون على الدعوة إليها. ومسك الختام التقدير العالي لفخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لرعايته وحضوره الكريم، ولفخامته أسمى التقدير والامتنان على جميل الحفاوة وكرم الضيافة لوفد علماء السيرة النبوية، منطلقاً من وجدانه الإيماني الكبير أجل الله مثوبته وأعلى مناره في الدارين. كما أختم ونحن في سياق العبق النبوي الشريف بأن متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية من مقره الرئيس بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية سيكون له بمشيئة الله في موريتانيا نسخة متميزة، مقدرين الجهود الكبيرة التي وجه بها فخامة الرئيس لهذا الشأن المهم حتى جعلنا منه على طرف الثمام فأجزل الله مثوبته. ورابطة العالم الإسلامي كما يعلم الجميع وهي تتشرف بتقديم خدماتها هي من قبل ومن بعد حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي. وفي أعماله الإنسانية هي أيضاً هدية للعالم الإنساني كافة. فأجزل الله مثوبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظهما الله. وأختم كذلك بسعادتي بهذا الجمع الطيب المبارك من علماء ومفكرين جاءوا باهتمام وشغف إلى بلد العلم والفضل الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فأجزل الله مثوبة الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.